سبدي. مولاي يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 88 بعد 100. نتناول آية من سورة يونس. يقول تعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآيات الجميلة دي لما بسمعها لازم أحس بالشفاء. يعني إيه لازم أحس بالشفاء؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فإذا لم يشفيني الله بالقرآن فمن يشفيني؟ إذا لم يرضيني الله بكلامه فأي كلام يرضيني ويسعدني؟ إذا لم تكن سعادتي في كلام الله يبقى سعادتي مع مين؟ في بعض الناس تجد سعادتها في الأغاني والدندن بقى وفرحانة وكده. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والله العظيم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مش بس كده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون. دايما أقولها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أفرح بفضل الله وبرحمته، مش بفرح بالدنيا لو زادت، مش بفرح بالفلوس لو زادت، مش بفرح بالعيال لو زادت، مش بفرح يعني أنا مش عايز أقولك حتى العلم لو زاد. نحن لا نباهي لا بكثرة علم ولا بكثرة عبادة ولا بكثرة مال ولا بكثرة ذنوب. ده في ناس بتباهي بذنوبها. واحد يقول لك ده أنا بشرب وبسكر، ده أنا بعمل، بتباهي بذنوبك؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح جدا جدا لو ربنا سبحانه وتعالى رحمك. والله العظيم أنا أقول لك يوم القيامة من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد رحمه. اللي بيحبه يبعد عنه العذاب. وفي كده حاجات في الدنيا كده، نشاطات سياسية وحاجات يعني غريبة، اللي ربنا يبعده عنها يبقى رحمه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير وما يجمعون. يا سلام يا سلام لو معايا فضل الله ورحمته، أمشي بفضل الله وبرحمته، أنام بفضل الله وبرحمته، آكل بفضل الله وبرحمته، أستتر بفضل الله وبرحمته، ألقى الله عز وجل بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير وما يجمعون. وبعدين ربنا يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بعض الناس في هذا الزمان كانوا دايما يعني يقسموا الأشياء إلى حلال وحرام. عندنا بقى بلغة القوانين الحديثة فعل مجرم قانونيا وفعل غير مجرم. وتجد أن أغلب القوانين وخاصة القوانين الفرنسية والمطبقة في مصر وبعض الدول العربية، القوانين الفرنسية تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله. إزاي بقى؟ أقول يعني مثلا نقول إيه في الشريعة الإسلامية، الزنا ده اعتداء على المجتمع كله. لا، القانون الفرنسي يقول لك الزنا اعتداء على الزوج فقط. يعني لو واحدة زنت ما فيش حد يرفع الدعوة إلا زوجها، يعني هو مش متجوزة تعمل إيه عايزة. ده كلام غريب جدا، لأنه إحنا عندنا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه قاعدة. لا، عندنا بقى اللي يقتل نفس يروح للمجتمع. ربنا سبحانه وتعالى قال في الشريعة إن القاتل وليه، ولي الدم زي الوارث كده، ولي الدم هو اللي يطالب بإيه؟ بحقه وسائره. القانون يقول لك لا، ما حدش يطالب بسائره، الحكومة هي اللي تطالب. طبعا قوانين ضد ربنا خالص. ولكن أهو ربنا سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. حتى الأكل في ناس تحرم أشياء ربنا أحلها وفي ناس تحل أشياء ربنا حرم. وقد فصل الله لنا ما حرم علينا. قل الله أذن لكم هذا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكاذب يوم القيامة. والناس اللي عمالة تألف وتطلع على ربنا أكاذيب دي، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وبعدين ربنا يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني وانت قاعد وانت نايم وانت بتقرأ القرآن وانت بتشتغل شغلك وبتخلص في عملك، ها، وما تكون في شأن وانت بتعمل أي حاجة، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وقول اعملوا فسيرى الله عملكم، مش كده ولا إيه؟ إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وانت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما بقوله كده إيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللي بيعمل حاجة صغيرة أوي ربنا عارفها وشايفها. ما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب أهو. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل أي عمل إلا كنا عليكم شهودا
إذ تفيضون فيه وما يعزب، أي ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يا بني إنها، شوف لقمان بيقول لابن، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مفيش مفيش. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هل ربنا بيخفى عليه شيء؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وتنقلنا الآيات إلى أولياء الله. من هم أولياء الله؟ أولياء الله دول ربنا يجعلني وإياكم منهم. وصفهم الله بصفات، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دول ما بيخافوش ولا تخاف عليهم. صفاتهم إيه أولياء الله دول؟ ربنا يجعلني وإياكم منهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. كانوا يخافوا ربنا أوي، يخافوا من ربنا أوي، ما بيأكلوش الحرام، ما بينظروش إلى حرام، ما بيمودوش إيدهم إلى حرام، ما بيشحتوش. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. طيب، يبقى الناس دول أولياء الله اللي هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كانوا يؤمنون ويتقون، خايفين دايما. والخوف الدائم من الله عز وجل، خايف هو ماشي ربنا ما يقبلوش، خايف ربنا ما يقبلش الصلاة، خايف لا يروح يلاقي الموضوع مش مظبوط، خايف يعني لا يقوم من النوم يلاقي الأجل خلص وهو مش مستعد للقاء الله. يعني وهو طالع المنبر رايح الجامع خايف يقولوا خلاص مش عاوزينك، مش عاوزينك تخطب. خايف وهو رايح الشغل يقولوا لا ما فيش شغل. يعني خايف خايف خايف. فهم التقوى، احد العلماء بيسأله بيقول له ما هي التقوى؟ قال له ارايت رجلا يمشي على الشوك؟ قال له اه. بيعمل ايه اللي ماشي على الشوك ده؟ لو انت ماشي على الارض فيها شوك، فبيقول له بيرفع ثوبه ويبقى ماشي كده على طراطيف صبعه ويحذر، ليه؟ لحسن شوكة تخش في رجله ولا تخش في دوم. قال فذلك الإيمان والتقوى، دايما خايف، دايما خايف. يعني تعمل الصالحات وتعمل الخير وخايف، مش خايف خوف مرض يعني الآن طول الليل وعندك هوس، لا، يعني خايف لربنا ما يقبلش منك، خايف لبعد كل هذا الجهد ربنا يطردك من رحمتي. يعني زي ما سيدنا عمر يقول: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخل الجنة إلا واحدا لظننت أنه أنا. كل الناس هيخشوا الجنة إلا واحد سيدنا عمر اللي خاف يكون هو. يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ربنا اجعلني منهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. طب هو الناس المشركة والعاصية مش هتقول كلام كتير يأذي؟ مش هتقعد توجع دماغك بكلام مؤذي؟ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ما تزعلش، إن العزة لله جميعا. الناس اللي بتشتم بتشتم نفسها، واللي بتهزق بتهزق نفسها، تسمع للإعلام ليل نهار تجد يعني الصورة كئيبة ومختلفة. ولا يحزنك قولهم، الأقوال بتاعتهم محزنة، تقرأ الصحف تحزن، تسمع الإذاعات والتلفزيونات تحزن. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. والأمر كله في النهاية بيد الله، يعني هو اللي بيملك ده ويوقع ده. وقل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الناس بقى أصحاب المبادئ وأصحاب مش عارف الأفكار الحرة وأصحاب مش عارف إيه وأصحاب إيه ده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. الملك كله بتاع ربنا، هو اللي بيولي من يشاء ويشيل من يشاء برغم كل اللي بيحصل. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما خلي بالك، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة. من سعادة الإنسان أن ينام بالليل ومن شقاء الإنسان أن يسهر بالليل. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. من سعادة الإنسان أن ينام بالليل وأن يستيقظ بالنهار. ومن شقاء الإنسان ومرضه أنه يسهر بالليل وينام بالنهار، ده من شقائه ومرضه. ولا يمكن واحد مريض يخف طول ما هو سهران بالليل ونام بالنهار. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لو بتحب ربنا، لو بتحب ربنا تنام بالليل وتصحى بالنهار.
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. أنتوا بتقولوا لله الولد سبحانه، قل هو الله أحد. الله سبحانه وتعالى لم ينجب ولدا أبدا. إيه يسيب الملكوت والسماء والأرض والكون ده كله يجي للأرض اللي ما تجيش ذرة في الكون وعليها امرأة، الإله العظيم اللي خلق السماوات الكبيرة دي كلها يتزوج امرأة على أرض؟ إيه ده؟ هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة في روضة القرآن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي.